فكرة توزيع الألواح الإلكترونية في مجال التعليم فكرة جيدة، خاصة أن لا مفر من تطوير المنظومة التربوية وإضافة التكنولوجيات الحديثة والتقنيات الحديثة إن أرادت الدولة أن تكون نساء ورجال المستقبل. ولكن التخوف في مثل هذه العملية أو ما يثير الانتباه أن العملية برمتها سبقت أن اشتغلت عليها وزارة التربية الوطنية وخاصة مديرية جيني منذ 2009، بحيث تم تزويد المؤسسة بالحقيبة متعددة الوسائط، بل قبل من ذلك تم إعداد وتهيئ قاعات متعددة الوسائط، ثم تم تزويدها بالحواسيب الثابتة، ثم القيام بربط المؤسسات بالإنترنت. ولكن رغم صرف الأموال الطائلة والاشتغال على هذا المشروع من طرف مديرية برنامج جيني أزيد من 15 سنة، لا شفنا دابا المؤسسات لا نجد القاعات الصالحة لهذه العملية إلا نادرا، نظرا لأن عدد الاكتظاظ في فترة ديال السي الوفاة الله يرحمه، تم الاستغناء على هذه القاعات بصفة نهائية وأصبحت لصالح التدريس العادي. ثم الإنترنت منذ وضع تلك الشبكة لم تشتغل، والتخوف الآن هو أن تبقى هذه اللوحات خارج الخدمة، بالإضافة إلى أن تخصيص 10 لوحات أو 8 لوحات لكل قسم، مع الإشارة أن أغلب الأقسام تتعدى 40 تلميذ وتلميذة، يمكن اعتبار هذه العملية مجرد التخلص من تلك اللوحات الإلكترونية عمليا، يعني عمليا التخلص منها. ولكن يمكن للوزارة أن تكتب تقارير للجهات المانحة على أنها تقوم بتطوير المنظومة وتدخل المنظومة في خانة العصرنة والتقنية الحديثة. وفي مثل هذه التصرفات وهذه الخطوات سبق أن كتبت مقالة مطولة حول تملص الوزارة من الأزمات وتصديرها للأكاديميات.